مثلا تاني عندي 17 عام، أنا حالي طالب سنة تانية من بكالوريا علوم تجريبية شعبة علوم فيزيائية خيال فرنسية. كندرس في مؤسسة نافورة بمراكش، هي مؤسسة اللي عندها جودة عالية واللي ساندتني في المسيرة الدراسية تاعي من السنة الثالثة من الإعدادي. حصلت هذه السنة على أول معدل في البكالوريا، وهي نتيجة جد مفرحة اللي كنفتخر بها واللي عملت جاهدا من أجل تحقيقها، واخا أنا ما كنتش متوقعها وما كنتش راسمها في بالي. كنت مركز بزاف أنني نجيب معدل جيد ومقبول في البكالوريا، ولكن الحمد لله تحققت هذه المفاجأة. يعني شنو السر ديال هذا الحصول على هذا النتيجة هذه؟ السر هو الشغف والحب في الدراسة، هو انك ملي تهز الكتاب ما تحسش بانك مجبر تحل الكتاب، ما تحسش بالملل وانت كتقرا. الا حسيتي بالملل غير سد الكتاب وشي حاجه اخرى ومن بعد رجع درس. يعني النصيحة ديالك للتلاميذ الاخرين اللي بغاو يتفوقوا بحال هاد الشكل هذا؟ النصيحة تاعي يقلبوا في وسط المواد تاعهم المادة اللي كتعجبهم بزاف ويركزوا عليها باش تكون هي نقطة القوة تاعهم في المسيرة الدراسية تاعهم، وهذا الشيء الاخر كيجي مع الوقت. كاين شوية تاع الجهد، شوية تاع المثابرة، الخدمة ضرورية في كاع المجالات، ولكن الأهم هو حب. أنا نحبو الشيء اللي كيكون هو واحد الدافع داخلي اللي ما كيخليكش تحس بالعياء وما تحس بأنك مجبر دير الحاجة. نعم، القدوة ديالك شكون كان؟ الوالدة تاعي، القدوة تاعي هي الوالدة تاعي، اللي هي إنسانة جد، هي حالة خاصة في المجتمع الأم تاعي. عندها واحد الميزات مع مني ما لقيتهم في حتى شي واحد آخر، ولكن المجتمع ما ساعدهاش أنها تنمي راسها وتطور. ما عنديش جواب محدد، أنا نكذب عليك إلا قلت لك نبغي نولي طبيب ولا نبغي نولي انجينيور، ولا حيت نقدر من ليلة وضحاها نبدل الرأي تاعي مطلقا. إلا بانت لي غير شي حاجة، ما كيجوني كاع المهن عندهم ان بوتونسيال كبير في المجتمع، نقدروا نحققوا بزاف الحاجات، ويكون عندنا دور اللي كنلعبوه في المجتمع تاعنا باي مهنه، ما نعتبروش مهنه احسن من مهنه اخرى.